معكم محمد عصاي. أنا الآن متواجد في حديقة أسود في مدينة العرائش، طبق جناح القيمة القطرية، وصفتي كرئيس لجنة التحكيم ديال مسابقة حجم اللوحة منظمة رفض الجمعية للقناص القطرية. اليوم كان الحفل الاقتصادي لتوزيع الجوائز للفائزين اللي بلغ العدد ديال المشاركين هذه السنة هذه 9 ديال المشاركين، فازوا منهم 3 بالترتيب. كان الفائز الأول هو حاتم الحراق، الفائز الثاني هو حاتم شلاهبي، والفائز الثالث هو أنور القاسمي. المنافسة كانت شرسة، يعني المنافسة كانت قوية بين الرسامين، يعني 9 كامل بهم في المستوى كان تبارك الله. صعب علينا أننا نذكروا أننا نقدروا نحددوا الفائزين يعني بدقة، ولكن الحمد لله استطعنا بفضل مجموعة من الملاحظات اللي كانت على كتصب على الفكره ديال السنه هذه اللي كانت مختلفه على باقي السنوات. بحكم ان هذه المره هذه طلبنا من المشاركين انهم يرسموا الصقر اللي هو اختصاصات جمعيه القناص القطريه، مع تفكيرها مع فكره ديال التظاهره العالميه اللي كتنظمها قطر لكاس العالم 2022. الحمد لله كانت مشاركه يعني جميله ورائعه، وهذا الشيء يعني كفرحنا احنا هنا كساكنه مدينه العرائش. وفي نفس الوقت يعني كنتمنى ولو انه يكون منتظر. هذه المره شحال المره هذه الثانيه كنظن انت كتحظى يعني بتعطي المره الخامسه، وانا كنحظى بشرف يعني ترقص اللجنه التحكيميه اللي كتنظمها جمعيه القناص القطريه. يعني الحمد لله الى يومنا هذا توفقت من الناس قناه سعيده، وكنتمنى ان دائما نكون عند حسن الظن ديال الساكنه وكل المسابقات الاخرى اللي معنا. وبالنسبه للاختيار ديال هي مزيان الرسم، هو اصبح نشاط قار وشقار داخل المهرجان، وهذا مكسب للمهرجان لانه يكرس التقليد، يعني الاهتمام بالثقافه الفنيه والتشكيليه يعني والفنيه. احنا بغينا هذا الفن هذا يخرج للشارع، لكن مثلا في اصيله يعني دائما كيبقى الاثار والسكان كيبقاو يتسالوا اللوحه ويسالوا يعني وكيوليو عندهم ثقافه تشكيليه. يعني واش عندكم انتم شي رؤيه تقدموا شي نصائح او شي هذا للجنه المنظمه؟ انا كنتفق معاك، هذه هي فكره جميله وطرحتها ديجا شحال هذه على المنظمين وحتى على جهات اخرى اللي معنيه بالشان الثقافي والفني بمدينه العرائش. كنتمنوا لما لا يكونوا شي داريات مثل مهرجان العاصمه، لما لا يكونوا يعني معارض على الهواء الطلق، لكن للاسف ما هادشي هذا كاين عزوف هنا في مدينه العرائش. ربما الحمد لله حنا عندنا مسؤول ديال مديريه الثقافه الصحيه.